هاي تنقسم بيروت ل 12 حي. الأشرفية يلي تسمت تيمناً بالسلطان المملوكي الأشرف صلاح الدين خليل، عين المريسة يلي بتعني المرسة أو قطعة من الحبل، والعين بتعني الينبوع. البشورة يلي بيعني اسمها البرج المتعالي على مدخل القلاع والمدن. مينا الحصن وكان اسمها بالأساس مينا الحسن وتم تحريفها مع الوقت. المزرعة يلي ترمز للمزارع القديمة فيها. المدور يلي بتحمل اسم إحدى العائلات البيروتية. المصيطبة المشتقة من مصطبة يلي بتعني المكان المرتفع. المرفأ تيمناً بمرفأ المدينة القديم. رأس بيروت لأن القسم يلي بيدخل بالبحر فيها بيشبه الرأس. الرمال يلي تعتبر من الإحياء القديمة بالمدينة، والصيفة يلي أعيد بنائها بعد الحرب. مين قال إنه زقاق البلاط ومثل ما بيدل اسمها تسمت تيمناً بزقاق طويل مبلط؟ أنا قال. شوفكم بكره.